التوقيع مع 8 المراكز الصناعية التقنية على اتفاقية الأهداف اللي كتحدد الأهداف ديال هذا العهد الجديد ديال الصناعة اللي تبقى لتوجيهات الملكية السامية اللي أعطاها سيدنا خلال اليوم الوطني للصناعة من أجل الارتقاء بالصناعة الوطنية وأيضا تقوية البنية التحتية التقنية. هذه المراكز التقنية الصناعية كتلعب دور مهم في إطار مراقبة الجودة ديال المنتوج الصناعي الوطني وحماية أيضا المستهلك برقابة جودة المنتوج الصناعي الوطني والمستورد. هذه المراكز كتلعب أيضا دور ابتكاري لتجويد وتطوير هذا المنتوج وأيضا دور اللي كتمكن مراقبة جودة هذا المنتوج طبقا لمعايير سلاسل الإنتاج الوطنية والدولية. اليوم المغرب كيعرف تنوع وتقوية ديال المنظومة الصناعية ديالو وديال المنتوج ديالو. هاد المراكز الصناعية هاد اتفاقية الأهداف غتقوي القدرات البشرية ديالها وأيضا قدرات غتنوع القدرات ديال المراقبة ديالها باش يمكن لها تراقب وتواكب عدد أكبر ومتنوع من المنتوج الوطني طبقا لتطورات ديال المنظومة الصناعية المغربية. رئيس الجامعة الوطنية للمطاحين وكذلك رئيس مركز الدراسات فيما يخص صناعات ديال الحبوب، اليوم احنا حضرنا وعلى التوقيع وقنا العقود الأهداف في إطار البرنامج الخاص بالمخطط التنموي للمراكز التقنية الصناعية للفترة 2023 حتى 2026، وهذه المراكز فهي تعد رافعة تنموية ديال القطاعات الصناعية في المغرب، ولا فيما يخص التطوير ديالها، فيما يخص الاعتمادات في النورماليزاسيون، فيما يخص الابتكارات. والحمد لله هذا التوقيع اللي اليوم وقعناه مع السيد الوزير كيجي اسبوع من بعد الرساله المولويه الكريمه اللي وجهها سيدنا واللي قراها السيد الوزير ديال الصناعه والتجاره في اليوم الوطني للصناعات، واللي كتعطينا واحد الحمد لله واحد المعنويات كبيره فيما يخص الابتكار، فيما يخص التطوير، حتى يكون الصناعه المغربيه صناعه رائده في افريقيا ويمكن لها تستفد منها الدول الافريقيه، لان المغرب يعد واحد القاعده واحد البلاتفورم اللي تطوير كل لا داخل الوطن ولا خارجه. ونتمنوا من الله ان شاء الله بان هذه المراكز اللي كتوفر على تقنيات كبيره وعلى اطور تبارك الله عندها واحد التكوين في مستوى عالي تواكب هذه الصناعه، لك جميع القطاعات لا في السيارات ولا في الخشب ولا في البناء ولا في الصناعات الغذائيه. وأملنا كبير إن شاء الله باش الصناعة المغربية تكون صناعة رائدة إفريقيا وعربيا وإن شاء الله عالميا. وشكرا.